بقى نروح لخبر جميل وحلو. جميل وحلو. يلا. حب انا الاخبار دي. فريق الناشئين لكره القدم النادي الاهلي، بنتكلم هنا عن مواليد 2007، حقق فوز كبير على الزمالك. فريق الزمالك في المباراه كان بكام يا كريم؟ برباعيه نظيفه اللي اقيمت بين الفريقين. الكلام ده كان امبارح على ملعب الاهلي بمدينه نصر، طبعا ضمن منافسات الجوله ال 32 من بطوله الجمهوريه. طيب رباعيه الاهلي دي كانت خلال الشوط الثاني اللي افتتحه حازم عاشور، اللي افتتح التسجيل في الدقيقه ال 62، واضاف محمد عبد الفتاح بقى او تاحه يعني الهدف الثاني في الدقيقة 71، وأحمد الشيخ سجل الهدف الثالث في الدقيقة تحديدا 83. ده قبل بقى ما نختم يعني أو يختم البديل زيدان يعني نجاح. هنا بنتكلم رباعية الفوز للأهلي في الدقيقة 90 بلس. احنا ده 90 بلس معانا في أي مكان يا جماعة، في أي مكان يا سادة. وزي ما حضراتكم يعني عارفين انتهى اللقاء بفوز ونجاح الأهلي 4-0. بنتكلم أهلي ناشئين 2007 طبعا في تكرار فوزه بقى، لو هنرجع برضو ب التاريخ على الزمالك بنفس النتيجة، نتيجة الدور الأول، عشان يعزز صدارته للترتيب بعد رفع رصيده ل 75 نقطة من الفوز في 24 مباراة، التعادل في 3 والخسارة في 4. لا مبروك قوي ومبروك جدا، وقطاع ناشئين محترم، وقطاع ناشئين زي ما بيتقال مصنع، مصنع فعلا، صدر لنا كتير من النجوم ولسه هيصدر لنا كتير جدا من النجوم. وعندنا كمان يعني زي ما بيتكلم كده مدربين أكثر من رائعين، عندنا جهاز فني، قطاع يعني رئيس قطاع ناشئين، بجد احنا عندنا زي ما بيتقال كده اساس، الاساس هو كل حاجه. فانت بتتكلم ان انت الاساس عندك في الناشئين حاجه فعلا تستحق التحيه. خلينا يعني نرحب بكابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق الاهلي مواليد 2007، وبدايه الكلام كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن ومبروك، وحاجه يعني خليني اقول متوقعه ولكن بجد عن جداره. الحمد لله رب العالمين، سعيد بوجودي في قناه الاهلي في المداخله ديت. بحمد ربنا وبشكر فضله في البدايه طبعا، فوز كبير طبعا على النادي الاهلي، خاصه ان دي فرقه 2007 اول سنه تلعب فيها دوري الجمهوريه السنه دي. الحمد لله رب العالمين، الماتش كان مهم جدا لان احنا بنلعب على بطوله وبرده بطوله خاصه مع نادي الزمالك، انت عارف حضرتك الديربي طبعا، اولاد صغيرين طبعا، فكان مهم جدا ان احنا نعزز كمان الفوز في الدور الاولاني، كان بنفس النتيجة برضو على ملعب نادي الزمالك، فوزنا 4-0 الحمد لله رب العالمين، وبرضو امبارح الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وفوزنا بنفس النتيجة الحمد لله. يعني معلش أنا وكريم لما كنا بنتكلم وبنحضر قبل الحلقة كنا بجد عايزين نعرف يعني أصل في سر برضو، احنا الواحد مش مستغرب إن احنا نفوز، ولكن يعني ما شاء الله ما شاء الله طبعا عندنا قطاع ناشئين قوي، وعمره ما جت مثلا فترة أو سنة من السنين كان في خلل. بجد احنا عندنا من زمان جدا لحد هذه اللحظة اللي بنتكلم مع حضرتك فيها قطاع ناشئين بمعنى الكلمة. يمكن المستويات بتختلف، ولكن انت برضو بترجع وتقول مصنع محترم. في سر ورا ده برضو يعني يا كابتن أسامة؟ عايزين نعرف من حضرتك بما ان حضرتك جوه هذا المصنع اللي بنتكلم فيه. طبعا هو طبعا القطاع بقى له سنتين من ساعه كابتن خالد ما تولى رئاسه القطاع، طبعا في تغييرات كتيره حصلت وفي اصلاحات كتيره حصلت. كابتن خالد بيدعم كل الفرق القطاع وبيدعم كل مدربين القطاع عشان حاجتين، في طريق ماشيين بالتوازي ان احنا ناخد بطولات وفي نفس الوقت برضو اللي احنا نطور اللعيب او الناشئ اللي موجود في النادي الاهلي. يمكن احنا امبارح في المحاضره وانا بدي المحاضره احنا كسبنا 4-0 الدور الاولاني، قلت لهم احنا 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 بنلعب بره بنلعب جوه، دي شخصيه اللاعب اللي موجود في النادي الاهلي، يلعب جوه النادي الاهلي يلعب بره النادي الاهلي، ثقافه المكسب عند اللعيب نفسها لازما تنمى، وده اللي الكابتن خالد على طول بيتكلم فيه، ان احنا بنربي اللاعب بنربي شخصيه النادي الاهلي. صحيح. اللاعب لازم يكون شخصيه النادي الاهلي، دي مهمه جدا. فالحمد لله رب العالمين الاولاد على قد المسؤوليه برغم صغر سنهم واول سنه يلعبوا دوري جمهوريه، الا الحمد لله رب العالمين كانوا رجاله، حاجه محترمه فعلا. طبعا طبعا حاجه جميله وربنا يكرمهم ان شاء الله، هم يعني اللعيبه نواه ومستقبل للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، وده اللي الكابتن خالد بياكد عليه، اهم حاجه شخصيه اللعيب اللي احنا بنربيها جوه النادي الاهلي. كريم جميل. طيب انا بس عايز يعني برضو استغل الفرصه ان حضرتك معانا على الهوا وكاننا بناخد النتيجه من الكنترول كده، في ضوء التالق الملموس والواضح الفتره اللي فاتت كلها يعني في لعيبه 2007 بصفه خاصه،
في رأي حضرتك مين أبرز العناصر اللي إن شاء الله من المتوقع إن احنا نشوفها موجودة ضمن أعضاء الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ والله انا 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 زي ما قلت قبل كده كان في لقاء مع الكابتن اسامه، بس انا ما بحبش اتكلم على اسماء لعيبه بعينها لان اللعيبه دي في سن صغير بتصاب بشيء من الغرور، وده انا حسيته في مواقف كتير. في بدايه الدوري كنا ماشيين بشكل كويس جدا، فالاولاد ابتدى حته الثقه والغرور لانهم اولاد صغيرين، وطبعا النادي الاهلي حاجه كبيره، انت ما عندكش فكره الاولاد دول مثلا اللي من الاقاليم او من مناطق شعبيه، ما عندكش فكره النادي الاهلي طبعا هو بالنسبه أكيد. له لما بيكسب ماتش لازم طبعا نفسه تحدثه، فانا ما بحبش اتكلم. انا الفرقه كلها الحمد لله رب العالمين، الفرقه كلها اللي بيلعب بيأدي، بدليل ان في اولاد امبارح نزلوا، يعني زيدان ناجح اول ما نزل جاب جون بفضل الله. في الماتش الاولاني برضو يمكن انا كنت قايله، قلت له يا زيدان امبارح قبل المحاضره، قلت له يا زيدان في سيناريو معين انا بفضل الله عامله، فانت هتجيب جون بكره. ما شاء الله الولد ما كانش مصدق وقد كان الحمد لله. على فكره طب من نفس المنطلق بقى كابتن اسامه، يعني دي هتكون برضو مهمه يعني مش سهله قوي على يعني المتخصصين بقى الموجودين معاكم في مساله التاهيل النفسي، لان احنا بنتكلم على لعيبه في السن اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي يعني الاتزان النفسي مش بالضروره يكون متحقق قوي غير بعد ما يتظبط بمعرفه الخبراء والمتخصصين، فالى اي درجه ده حاصل ومتحقق مع اللعيبه؟ والله انا 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 في مستر مايكل طبعا طبعا في سيستم معين احنا 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 ماشيين بيه، سواء كان فني كابتن خالد طبعا حته الدعم النفسي وحته المعامله النفسيه، وانا طبعا يعني انا غير اللي انا بفضل الله مدرب، انا مربي ومعلم، انا يعني انا اداب انجلش على فكره برضه يعني فحته ودارس علم نفس كويس، فانا عارف انا بتعامل السن ده صعب جدا، سن 14 15 سنه ده صعب جدا، فلازم يبقى في كنترول عليه، ولازم الاولاد يحسوا ان هم لما بيكسبوا في النادي الاهلي ده العادي، صح ده العادي، صح ده العادي ان هو بيكسب في النادي ده العادي ان هو ما عملش انجاز. حتى لما بياخد بطوله النادي الاهلي طول عمره بياخد بطولات، انت طالما بتاخد بطوله يبقى انت موجود في النادي الاهلي بالزبط. وانت موجود في النادي الاهلي عشان تاخد بطولات، صحيح. فالنقطه دي من اول السنه كانت لازم توصل لهم، الحمد لله رب العالمين الفرقه ماشيه بفضل الله بشكل كويس جدا. اللعيبه اللي بيلعب ما عنديش حاجه اسمها احتياطي، انا عندي اسمها بديل كويس، بديل جيد، البديل بينزل بيأدي بنفس السيستم اللي احنا ماشيين عليه، بره جوه بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين، ربنا يتمها على خير ان شاء الله باذن الله. احنا ان شاء الله يا كابتن اسامه، لا بالتوفيق و100 100 زي ما بيتقال كده، احنا يعني ماشيين كويس جدا، التوفيق ليكم وكل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. وقبل ما نختم او نروح لخبر ثاني، انا عايزه اقول تحيه كابتن خالد بيبو طبعا مدير قطاع الناشئين، مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، سريعا كابتن محمد شرف مواليد 2001، كابتن سيد غريب 2003، كابتن شريف عبد الفضيل 2005، كابتن سامر عبد الرحمن 2006، كابتن اسامه زكي طبعا كان معانا 2007، كابتن احمد صديق 2008. تحيه كبيره جدا ومزيد ومزيد من التالق في الفتره اللي جايه باذن الله، حاجه اكيد اكيد تسعدنا كلنا. الناس دي عامله شغل لاكثر من رائع الحقيقه، هم اللي يعني قائمين على معمل تفريخ الابطال المستقبليين، يعني انجاز التعبير. طيب